احنا النهارده البدايه لما اول ما بنستلم العجل هنا سواء بقري او جاموس او مصور بنتعامل معاه ازاي؟ حاليا احنا بنستلم العجل بيكون معانا 120 كيلو بيتم الاستلام معاه بالدراكسن مضاد حيوي ده بيكون للباسريلا وبعد كده بنشتغل معاه بالرش للطفرات الخارجيه ده بيكون خلال اول يوم وبعد كده بنبدا معاه بالتحصينات الفيروسيه بيكون خلال 3 ايام اليوم الثالث بنبدا معاه بتحصين الحمى الكلويه تحصين ميفاكس وباعي من الحاجات الكويسه جدا في السوق وبعد كده بنبدا نشتغل معاه بعديها ب 10 ايام من بعد الجرعه بتاعه التحصين الكلويه بنبدا معاه الجلد العقدي بتحصين الجوفاك بعد ما نخلص الجرعه دي بعدها ب 10 ايام بيبدا الجرعه التنشيطيه للحمى الكلويه بنبدا معاه بالحمى الكلويه بعديها بتكون بعد 23 يوم من الاستقبال معانا كمان في التحصينات بتكون التحصينات الفيروسيه للحمى 3 ايام ومعانا اللي هي التحصين الفيروسات الحمى 3 ايام ومعانا كمان اللي هي بتكون تحصينات للديدان الديدان الداخليه والفاشيوله معانا باللي هي تحصينة الايفوماك وماده الناتروكسونيل. هو التحصين بالنسبه للعجل النهارده بيتم كل قد ايه؟ التحصين بيكون ليه برامج معينه او ليه ترتيب معين للايام، هي بيكون لها برنامج اللي بنحطه كدكتور وكاستشاري مع بعضنا بالتعاون مع بعضنا وعلى حسب وقايه المنطقه بالنسبه للامراض، يعني دلوقتي احنا هنا في المنطقه جامعه احمد عرابي فهنا بيكون المتوطن فيها او فيها المنتشر فيها الحمى الكلويه، فبنشتغل معاها دي اول تحصين لازم نشتغل عليه عشان نحافظ على الحيوان ومش يحصل معانا منه خسائر كتير. بالنسبه للحمى 3 ايام مش موجوده هنا في المنطقه، بتكون موجوده في منطقه الاسماعيليه عن اكثر يعني، فهنا مش بنلجا ليها للتحصين الا في اخر البرنامج عشان هي مش بتاثر علينا كتير. ده بالنسبه للموضوع التحصينات حاليا في الصيف. بالنسبه للشتاء فمعانا في تحصينات بتتشال زي الجلد العقدي بنشيلها نتيجه ان هي بتكون العامل الرئيسي للنقل بتاعها بيكون الناموس، وحاليا احنا في الصيف بيكون معانا ناموس فبنشتغل عليها بالتحصين بتاعها. اما بالنسبه للشتاء فهي بتكون خارج النطاق الناموس فمش بنشتغل معاه بالتحصينات ساعتها. كطبيب بيطري ومسؤول عن مزرعه الانتاج الحيواني للتسمين الماشيه، في حاله احياء العجل النهارده في حاله طرأ نتصرف معاه ازاي؟ تمام جدا. بالنسبه للحاله الصحيه للحيوان لما يكون في عندنا اي مشاكل فبيتم استدعاء الطبيب البيطري اللي هو انا مع وجود العمال الخاصين بيا تحت اشرافي، نطلع نجيب الحيوان ومعانا زناقه هنا بيكون في اول المزرعه يتم التعامل مع الحيوان نعمل عليه سكيورنج عشان ما فيش اي اصابه تحصل مننا عشان العجول بترفص وبتنطح معانا كتير. بعد كده بيتم التعامل معاها وربطها كويس نبدا نقيس الحراره نشوف ايه المشكله اللي فيها يتم اخذ العلاج كورس 3 ايام بالظبط بيكون الحيوان رجع لصحته كويسه ويكون الشاي بتاعته اتظبطت معانا تاني باذن الله. ده بالنسبه كمزرعه. طب انا لو مربي مثلا عندي جاموسه او بقره في البيت اتعامل معاها ازاي في حاله مثلا ارتفاع سخونه مثلا؟ تستدعي الطبيب البيطري هيجي يتم التعامل معاها هيقيس الحراره يعرف ايه المسبب بتاعها عشان معانا مثلا مفيش اسعافات اوليه. طيب ممكن يعمل اسعافات الاوليه بالنسبه لنا اللي هو مش هينفع عشان لازم نعرف ايه السبب الاساسي عشان احنا كده السخونه او اللي هي الحراره هي مش مرض هي عرض، فهي دلوقتي ممكن يكون في مشكله في الحيوان ذات نفسه اذا كان مرض فيروسي او بكتيري، ففكره ان حضرتك دلوقتي تدي علاج على قد انك انت تخفض الحراره ده بسيطه جدا، بس انت كده مش عالجت المرض، عالجت العرض، فكده المرض هيكمل معاك ويبقى انت كده خسران انك تدي الدواء وما عالجتش الحيوان وهيتم اللي هو هيخسر معاك وزن وهيخس معاك، فانت لازم تجيب استدعي الدكتور الطبيب البيطري عشان يشوف ايه المشكله بالظبط ويبدا يتعامل معاك. بالنسبه لبرامج التعصيب بالنسبه للعجول المستورده تختلف عن البلدي؟ بالنسبه للعجول المستورده فهي ليها تعامل خاص بيها ان هي اول حاجه بتيجي ليها شهاده صحيه بتيجي من بلدها وبتيجي في تاخد حجر صحي هنا في المينا ما بتطلعش غير بعد حجر صحي، بعد ما يتم ليها الحجر الصحي يتم اللي هو توزيعها على المزارع زي مزرعه العراب اللي احنا شغالين فيها حاليا، بتاخد برضه نفس البرنامج بتاعها بس بيكون ليها بعض الحساسيات ان هي مثلا بتكون واخده تحصينات هناك فاحنا بنشوف البرنامج اللي هي شغاله عليه ونبدا نكمل عليها، يعني مش بنديها بالنسبه للبلدي اللي معانا هنا بنبدا ليها تحصين خاص بي معروف عشان هي بلدي وبتكون مع المربي مش مديها التحصينات بتاعتها، اما بالنسبه للمصارد فبيكون لها تحصين فاحنا بنكمل على التكمله بتاعتها نشوف ايه اللي هو مش متاخد ونكمل عليه.